ابني سكوب لسا. ماشي. كمان سكوب كمان. يا سلام. شو بك خايف أوجان؟ حط حط كمان. خلاص بكفي هيك تمام. ايه حطي بنتي. غرفي غرفي كمان كمان. يي معقول انتو عملتوا لهم قيمة ورحتوا لعندهم وهن ما خطر عبالهم يقولوا لكم اقعدوا لنتعشى سوا؟ قالونا وعزمونا. وشو صار؟ انتو قلتوا لهم لا ما بدنا ناكل عندكم لانه اشتقنا لطبخات امي بدنا نروح على البيت مو هيك؟ يعني انا ما قبلت. انتي ما قبلتي؟ ما كان لي نفس ابدا. انتي مريضة ابيك؟ لا مو هيك السبب امي، بس حسيتهم غريبين شوي. انتي حسيتي انه آسيا اللي بتعتبريها نصك التاني غريبة عنك؟ خير ان شاء الله. عمر وآسيا مالهم متل قبل، وعمر كتير متغير، صار متكبر ومغرور من لما لقى المصاري. انا حسيته كأنه غريب. اختي حبيبتي كأنه عم تبالغي شوي بالموضوع، مو هنن هلأ عم يعيشوا بمكان جديد؟ يعني بالحقيقة انتي متضايقة شوي وعم تقولي لحالك ليش الحظ ما ضحك بوشنا نحن. ماشي أنا سكتت. لا الموضوع ما نو هيك أوجان، أنا بس عم أقول يلي شفته. خير إن شاء الله مين جايب هالوقت؟ بابا؟ ابني؟ كتير اشتقت لك. إذا ما أجيت لعنكن ما بتجوا لعندي؟ ما اشتقتوا أبداً لأبوكن؟ بلا اشتقنا لك، وحتى كنا رايحين لعندك بعد العشاء. معقولة ما نشتاق لك؟ أبونا حبيبنا أنت. صحتين وهنا. فينا نقعد شوي بالجنينة؟ نقعد؟ تعالوا يلا. يلا ماما لا تعكري مزاجك أبداً بهالموضوع، أنت أساساً ما بتهتمي بأي شيء غير بصحتك. ما شاء الله عليك، خليكي قوية. شوفك. سكوت لا تعصبني أوجان، كأنه طول الوقت عم باكل بس مشان حالي. هالولد فجعان ما بيشبع بنوب. يلا كول صحتين وهنا. حبايب قلبي انتو ما بتتخيلوا قديش اشتقت لكم. ايه حكولي شو سويتوا بالضيعة؟ تعبوكن شي قريبين لأمكن؟ والله قد ما تعبونا بس ما كانوا مثل أمي. لا بالحقيقة كتير تعبونا وأنا هلكت. والله عن جد؟ تفوه يا ريت لو أنكم ضليتوا عندي وما رحتوا على الضيعة، كنا قضينا شوية وقت مع بعض وتسلينا. وبشو بدنا نتسلى؟ أنا وجنول منقضي العطة بالبحر يا ابني، شو بيعرفني كنا قضيناها مع بعضنا. قصدك منقضي العطلة مع جنول خانو؟ ايه. بابا انت بتظن انه رح نكون مبسوطين لما نقضي العطلة مع هديك المرة مو هيك؟ بنتي مشان الله لا تقولي هيك، المرة اللي عم تحكي عنها رح تصير شريكة حياتي، ولما تحكوا عليها بهي الطريقة والله كتير بتضايقوني وبتقهروني. شريكة حياتك مو شريكة حياتنا. هي ما إلا مكان بحياتنا، لهالسبب بترجعك لا تحرجنا ولا تخلي طريقنا وطريقة واحد. بس أنا بعد كم يوم رح أتزوج جنول، ما عاد تجوا تشوفوني أبدا. يعني شو رح تعمل؟ أنتوا رح تتزوجوا؟ أمي عندها علم بهالشي؟ لا لسه ما خبرتها. ماشي لكن خلي هالشي جواتك ولا تخبرها هالليلة. وأنا كمان ما بدي إياها تتضايق هلا. خلونا نحكي عن شغلات تانية. مثلا نحكي عن عمر وآسيا. لو انك شفت بيتهم كتير كبير وكأنه قصر. ايه بابا لا تستغرب، وفي مسبح كبير. انت رحت شفتهم شي؟ قلي. لا انا ما شفت بيتهم بس عم شوف الولاد. يا ترى هنن مرتاحين؟ ايه عايشين عيشة ملوك، بس لو تشوف المسبح شو حلو بابا بجنن. هلا خلونا بالموضوع تبعي. يعني انتو ما رح تجوا على كتب كتابي يا اولاد؟ لا ما رح نجي وما عاد تحكي بهذا الموضوع بعد اليوم، مو هيك اوجان؟ صحيح. وبعدين كل ما تاخرت امي لحتى تعرف هالشي بيكون افضل، لهيك بنصحك تدير بالك. ماشي بنتي.
اي منيح لك. خلينا نفوت، امي ضليت لحالها على السفرة. منشوفك بعدين طبعا اذا اجيت. اكيد رح اجي. حبيبتي اجينا مرة لناكل واجينا لنلعب رياضة بالنادي اللي هون. عمر اهلين وسهلين فيكم يا اولاد. اهلين فيكي، كيف كل الامور؟ تمام الحمد لله، كل الامور منيحة وانبسطت اني شفتكم منيح. يا اميرتنا انت بتعرفي انه اخوكم حجز احلى طاولة بهذا المكان مشانكم؟ يلا فوتوا. تعالي تفضلوا لهنيك، هديك الطاولة. عن جد أمورك منيحة سوزان خانو؟ طبعاً منيحة. إذا تعرضتي لأي مشكلة أنا بقدر ساعدك فيها ماشي؟ حبيبي عمر بكفيني هذا الكلام، شكراً إلك. أنتي متأكدة؟ إيه متأكدة. لا تشغل بالك أبداً، بعدين لو أنت كنت مكاني لكن ساويت نفس الشيء مو هيك؟ مو مشكلة، بس حبيت أسألك. لا أنا منيحة، يعني بيتي وشغلي وكل أموري ممتازة ألف الحمد لله. بس إذا صار أي مشكلة يا ريت تخبريني ماشي؟ ماشي عمر لا تشغل بالك. سوزان خانم لو سمحت يا ريت لو تهتمي بضيوفنا التانيين كمان، شو رأيك؟ ماشي أكيد سيد رضا فورا. دقيقة شو بهاد؟ والمرة الماضية ما عجبني تصرفه، خليوني قلعو؟ شو يلي عم تقول عمر؟ ليش ما بيتصرف مثل البشر؟ هلأ بخليوني قلعو؟ ايه؟ لو سمحت انت بتشوفها منطقية انه نقطع بلقمة عيش الرجال مشان هيك شغلة سخيفة؟ ما لا منطقية، بس هيك العادة، يلي معه مصاري بيأمر، وهيك كانوا الكل يتصرفوا معي من قبل. انا فهمانتك بس ما في داعي لتساوي مثل هيك شي مشاني. انا كتير منيحة، يلا روح وأقعد على الطاولة وأنا بمر بعد شوي. ماشي يعطيك العافية. تمام عمر. ايه في كتير أكل بالبيت، شو في داعي لحتى نيجي لهون؟ ونحن شفنا المرة الماضية قديش كان غالي هالمكان هاد. آسيا ممكن نسكر هالموضوع؟ سمعتي أخي إسماعيل معنا مصاري كتير بالبنك، ارتاحي. طيب معقول نضل معتمدين على هالمصاري؟ إذا ضلينا عم نصرف بهالطريقة رح نخلصهم. يا حبيبتي في مصاري بتخلص ومصاري ما بتخلص ومصارينا ما بتخلص، كوني مطمنة. أميرتي شو بدك تاكلي؟ شو هالساعة يلي بإيدك؟ آه جديدة، كيف؟ ساعة جديدة؟ يعني بالحقيقة مو إلي، لقيتها عند الخالي سيفجي. لا بقتلي مو هيك؟ بصراحة مو كتير بهمني إذا بتلبق لك ولا لا، بس كتير غريب إنك تاخد ساعة مالة لإلك. أخ يا آسيا لو شفتي قديش في ساعات هنيك، وبعدين إذا أخدت واحدة منهم ما حدا رح ينتبه بنوب، لا تفكري بالموضوع. شو بيعرفني؟ باينتها كتير غالية ولهالسبب حكيت. أختي تركينا من هالموضوع هلأ، خلينا ننبسط بالعشاء تبعنا. شو بدك تاكلي أميرتي؟ قولي. حبيبي بيرك ابني، كان رح يصير 48 اليوم وكان رح يقول مثل العادة ما شاء الله 48 مرة، لساتني بصحتي ونشاطي. طبعاً هالشي بالموبايل،
لأنه احتمال يكون عنده اجتماع مثل العادة، ما كنا رح نشوفه. أنت متضايقة من أبي؟ لا ماني متضايقة أبدا، بس هو كان هيك دائما، بضل مشغول ومانو فاضي. أنا بعد زواجنا صرت اتضايق شوي من الوضع. أنا كتير مشتاقت له. مع أنه أنتو اتطلقتوا. بيرك أبوك كان حبي وعشقي الأول. بالنهاية قد ما صار خلافات بيناتنا، هالحقيقة ما بتتغير، هو رح يضل حبي الأول. اسمع شو بدي أقول، خلينا نتفرج على فيلم، منغير جو ومنتسلى، شو رأيك؟ كنت بدي اتصل بدوروك، بركي منروح أنا وياه ومنقعد بشي مكان سوا. اي ماشي، اتصل في ابني وأنا تحت. ماشي. دوروك كيفك ابني؟ اسمع، سويت لك شاي أخضر بالياسمين، انت بتحبه. شكرا. أحيانا بفكر وبصير أقول لحالي ما لازم تفرق معي، بروح على الشرطة وبحكي لهم كل شيء، وإذا ما صدقوني ما لازم اهتم أبدا، وإذا بدهم يحبسوني يحبسوني بكفي، أنا ما عاد فيني أتحمل هالهم اللي جواتي، بدي ارتاح. رجاء بلا هالكلام، أنا ما بسمح تفوتي على الحبس. لساتك متضايق مني؟ رح تقدر تسامحني ابني؟ أمي ممكن ما عاد نحكي بهالموضوع؟ ماشي، مثل ما بدك حبيبي. ما رح تخبره مو هيك؟ ها؟ ما رح خبره، لا تاكليها. طيب شكرا لك. ألو. نعم. ألو رفيقي، مرحبا، كيفك؟ منيح، أنت كيفك؟ وكيف بدي يكون؟ مبين من صوتك مانك على بعضك، صاير شي مو منيح معك؟ لا مو صاير شي. كتير منيح. ما قدرت خبرك بهالشي بالمدرسة، أنا متضايق شوي لأنه اليوم عيد ميلاد أبي. يا ترى فينا نطلع ونقضي شوية وقت مع بعض؟ حاسس إني رح موت إذا ضليت لحالي، شو رأيك؟ والله ما بعرف، حاسس كأني مريض، حلقي عم يوجعني ما عم أقدر أبلع، كنت متسطح وبدي نام، ضروري كتير إجي لعندك هلأ؟ لا لا ولا يهمك أبداً ولا تفكر بالموضوع، بس يا ترى أنت لازمك شي؟ بجيب لك دواء أو غيره؟ لا لا شكرا، أنا جبت دواء قبل شوي. طيب ماشي، معناتها أنت ارتاح، وإذا بكرة كنت منيح بشوفك ومنحكي. تصبح على خير. وأنت من أهله يا أخي. سوف
شو هالشكل هاد؟ حطيهم هون. خير إن شاء الله. إذا أبوكم اللي إجا لا تخليه يفوتها. لا ما بظن إنه هذا أبي. أها عكف بيك؟ عكف بيك؟ إيه عكف بيك. أنا كنت قريب من هون فقلت لحالي بمر لعنكم بسلم عليكم وبشرب لي كاسة شاي. أهلين وسهلين عاكف بيك، تفضل فوت. يلا بسم الله. ابني عطي شحاطة. شكرا، الله يسلم إيديك أوجان. تفضل اقعد. خير إن شاء الله. والله أنا قلقت عليكم فخطر لي إنه إجي لعنكم بتطمن عنكم وعن أحوالكم. كيف أموركم أوجان؟ إن شاء الله يكون كل شي منيح. المدرسة وولاد عمك والدروس وغيرها كل شي منيح؟ إيه منيح، وولاد عمي مناح، أمور ممتازة. أوه ما شاء الله ما شاء الله. خير عاكف بيك، شو شلفك لعنا؟ أنا بدي أرجع أشتغل مرة تانية بالإنشاءات والتعهدات، وفي قطعة أرض هون أجيت لأشوفها وهيك. ها رح تأسس شغل جديد؟ إن شاء الله إن شاء الله. والله كتير فرحت لك. حلو. إيه وين الأولاد؟ أنا شفت إن الأضوية مطفية بالإن، مالن هون يعني؟ عمر والبقية انتقلوا، ما عادوا عايشين هون. وهن لوين انتقلوا يا ترى؟ هن عايشين بقصر كبير عاكف بيك. شلون أوجان؟ طالما عايشين بقصر معناتها هنن متلن حدا وطلعتلن ورثة. لا الحمد لله ما حدا مات عاكف بيك. بس إذا بتتذكر هديك المرأة يلي كانت صفيانة بالشارع وهن فوتوها على الإن، طلعت غنية وعندها ثروة كبيرة. عن جد؟ ايه بعدين هي كتير مرضت وسافرت برات البلد وتركت كل المصاري للولاد. عن جد يا جماعة هاي القصة ولا بالخيال، يعني صارت أمورهم فوق الريح. ايه عن جد هيك مثل ما عم قلك. حلو حلو منيح، الدنيا نصيب. طيب بهالحالة الإن بهالفترة مين عم يضل فيه؟ بالأول كان عنا ديك وجاجة بيعيشوا فيه، وبعدين الولاد، وبعد ما هن راحوا ما ضل حدا أبدا. يعني الإن فاضي هاي الليلة؟ فاضي. ليش بقى؟ بعرف شو بدي اقول لك، بس ان شاء الله بترتاح. لا تنسى الصبح تسكر الباب وراك. ماشي ماشي شنقول خانم، شكرا لك، ممنونك. ما كنت متوقع اني وصل لهذا الوضع، بس القدر والنصيب. اي والله معك حق. اي طيب لكن يلا تصبح على خير. مثل ما الولاد اليتامى طلعوا من هذا الإن على قصر، أنت كمان رح تتخلص من الفقر يا عاكف. بس اصبر، بعد هلأ ما ضل عندي أي حل تاني. أنت رح تكون ورقتي الأخيرة يا عمر، بس أنا رح أستخدم هاي الورقة ورح أنجح. يلا بسم الله. تفضل. صباح الخير، عمر وأخواته جوا؟ ايه جوا.
أهلين وسهلين. أهلين فيكي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ما بتصدوا قديش اشتقت لكم. كيفكن يا أولاد؟ طمنوني عنكن. عمي عاكف تسلميلي، ما أحلاها طالعة من تمك. كنت رح أزعل لو ما تذكرتيني. أنا قبل شوي عرفت، لو عرفت من قبل إنكن انتقلتوا على بيت جديد لأجيت فورا، بس صدقوني أول ما عرفت بهذا الشيء إجيت بسرعة. ها إليف كيفك حبيبتي؟ شوفي عمك عاكف جاب لك شوكولا. اسمها أمل. أمل؟ أنا قلت إليف. يضرب هالرهاس، ما ضل عندي عقل من التفكير بالمشاريع. تعرفوا الشغل أخذ لي كل تفكيري. آه حبيبة قلبي أمل، أكيد لساتك عالي وما عم تلعبي بالكبريت. ما شو يا عمار، ما رح تعزم عمك عاكف عشاي؟ إيه طبعا، تفضل اعود. بسم الله. لو سمحتي كاسة شاي. أنا بدي جهز أمل لحتى تروح على المدرسة. بشوفكم بعدين. بشوفك، مع السلامة آسيا. وأنا أساسا بدي أحكي مع عمر بموضوع خاص. بأمان الله، موفقين. تتذكر شو قلت لك من زمان؟ قلت لك إنه في لمعان حلو بعيونك، وقلت لك إنه أنت رجال ذكي. حلو إنه تكون هيك وجهة نظرك عني. لأنه هاي الحقيقة، وما عم بالغ بنوب. وأنا مثلك كمان عندي ميزة خاصة، بعرف الإنسان الذكي من كم كيلو. لهالسبب أنا أجيت لعندك وقررت إنه نصير شراكة. شراكة؟ على حسب كلام مرت عمك شنقول، خبرتني إنه في مرة عطتكن مصاري وعطتكن هالبيت الكبير لتعيشوا فيه. بس بتعرف المصاريف كبيرة بهالأيام، فكر. وآسيا عم تقول نفس الشيء. إيه لأنه هي بنت ذكية وعاقلة، وطبيعي تقول هيك لأنه عم تفكر بمصلحتكن. يا ابني ما حدا بيتوقع شو ممكن يصير بهي الدنيا. في شغلات بتكون موجودة وبكرة لا. مثلا هي أنا قدامك، مثل ما بتعرف أنا خسرت كتير بآخر فترة، بس ألف الحمد لله أنا عم عوضهن. هلأ لقيت قطعة أرض بسعر حلو وعم فكر إني ساوي مشروع عليها، ولهالسبب أنا بحاجتك بهالمشروع. بحاجة إلي. صحتين وهنا. شكرا، الله يسلم إيديكي. إيه أنا بحاجة لألك طبعا، ومحتاج مصاريك. عاكف بيك، ما معي مصاري تكفي للأراضي والعقارات، مو لهالدرجة. ما معك؟ لا. عن جد؟ كيف ما معك بإيدك هاي الساعة؟ هالساعة شو إلها علاقة؟ قل لي لشوف، لسه عندك غير هاي الساعة؟ ما بعرف، يمكن على الأغلب في شي 15 وحدة. أوه 15؟ أوه ما في داعي، خمسة بكفوا، خمس ساعات مثل هالساعة بخدمونا. بلا تخبيص، بدنا نشتري أرض بساعة؟ أنت ما بتعرف إنه الساعة اللي لابسها بإيدك حق أكتر من 100,000 دولار يا ابني؟ 100,000 دولار؟ إيه 100,000 دولار وأكتر. إيه؟ يا ابني هاي الساعة اللي لابسها بإيدك ثروة كبيرة، ما أنا رخيصة أبداً. أنت بس عطيني خمس ساعات منها وأنا بحل الباقي، لا تشغل بالك أبداً. لا ما فيني أعطيك هدول الساعات لأنه مو إلي. ولك ابني اسمع منيح شو اللي بدي إلك إياه، أنت بس عطيني خمس ساعات من هاي الساعة، وأنا عندي كتير أصحاب بعطيهم هدول الساعات وهن بيعطوني بداله المصاري، ماشي؟ ونحن منشتري الأرض ومنبلش بالعقارات، ولما منكسب كتير مصاري منروح منعطيهم المصاري ومنرجع الساعات يا عمر. شو رأيك؟ فهمت؟ يعني مقابل بس خمس ساعات أنا بوعدك بمستقبل كبير، ورح يكون عندك شركة مكتوب عليها اسمك بحروف من ذهب، فكر. وأنا أساساً لما يجي الوقت المناسب رح أسس شغلي، بس مو هلأ. وأنت ليش بدك تستنى ابني؟ ما فهمت. أهلين وسهلين. أهلين عمر، السيارة جاهزة، رح وصل أمل وبعدين باخدكن، ماشي؟ ماشي أخي إسماعيل. طيب خاطركم. مع السلامة، بأمان الله. أنت ما بتثق فيني يعني؟ يلا قول لشوف، رح تلاقي شريك أفضل مني؟ تخيل يا عمر، رح تدفع رواتب كل الموظفين والعمال من جيبتك، وهديك المرة اللي قدمت لك هذا المعروف أنت رح تضاعف لأمواله. بس فكر بهي الناحية، وحتى إذا بدك لا تفكر بهي الناحية. اسمع أنا شو بدي لك يا ابني، فكر معي. بلكي هديك المرة أجت لهون بشي يوم، فيها تجي، شي طبيعي لأنه هذا بيتها. أجت على بيتها وقالت لكم طلعوا،
قالت لكم ما عاد بدي اياكم ببيتي، بدي ريح راسي، وبعدين زتتكم بالشوارع وتشردتوا. شو بدك تساوي؟ لا تفكر بحالك، انسى. طيب شو مشان المسكينة أمل؟ كيف رح تطلع البنت من مدرستها الخاصة وبأي مدرسة رح تسجلها؟ حرام عليك، فكر فيها. انت بس فكر شوي، يعني بس مقابل 5 ساعات أنا بوعدك بشراكة كبيرة ونأسس إمبراطورية سوا. عم تفهم علي؟ بس لا تتسرع عمار، أنا لسه في عندي شغلة صغيرة لبين ما حلا بتكون فكرت منيح وهوب منبلش. استنى خبر مني، يلا بخاطرك. بيقولوا حرام الواحد يقوم عن السفرة وما يأكل منها. كتير طيبة هالجبنة ها؟ ما عم أفهم أبداً، ليش بتغسل كل جرابات المدرسة بنفس الوقت؟ أنو جرابات بدي ألبس هلأ؟ شو هذا اللي محطوط هون؟ هاي صورة إيكو. استغفر الله. أمي؟ شو هاي؟ شو هاي؟ صورة إيكو. مو هاي صورة إيكو إذا مالي غلطانة، على الأغلب هذا بيبي مو هيك؟ بيبي شو؟ شوفي. ما فهمت لهالسبب عم أسألها. هاي صورة إيكو قديمة، هاي لحليمة مو إلي، هداك اليوم نسيتها عندي، ما تذكرت أعطيها إياها وهيك. بس اسمك مكتوب عليها، تاريخها من أسبوع. أمي أنت ما رح تقولي شو القصة يعني؟ ماشي يا أولاد أنا رح أحكي، بس لو سمحتوا لا تخبروا أبوكم، ما بدي يعرف. ماشي. أنا حامل. لا بالله جد؟ رح يصير عندكم أخ. أمي أنا ما عم صدق ابنهم. أنا رح صير الأخ الكبير. عن جد أمي؟ بابا رح يتفاجأ بهالخبر وكتير رح يفرح. تعرفي بابا بيجن على الأولاد الصغار. هو بيعرف؟ لا ما بتوقع، ولا كان خبرنا، لأنه مثلي ما بيسيطر على لسانه. أبوكم قليل الخير ما لازم يعرفها. أنا ما خبرته وأنتوا ما رح تخبروه، ما بدي أعرف. ماما أمي ليش ما بدنا نقول لبابا؟ بعد قلة هالأدب يلي سواها معي أنا ما بدي يرجع على البيت بس لأنه رح يصير عنده ولد. بس هالشي مو ظلم بحقه؟ هو رح يكتب كتابه بعد كم يوم، بركي بيغير رأيه وبركي بيرجع عليك. يكتب كتابه؟ رح يتجوز لشرنة؟ ايه امبارح خبرنا. طيب ان شاء الله خير، خلوا ابوكم يرتاح، انا بهتم بكل اولادي. معلش امي انتي متأكدة؟ برأيي اللي ساويتي مانو صحيح، ويمكن الولد لما يكبر يشوف انه قرارك غلط. انتم مفكرين انه انا اخذت هالقرار بسهولة؟ يلي مريت فيه مالو سهل ابدا، كتير صعب يا اولاد. امي طالما نحن جنبك لا تاكلي هم شي، ماشي؟ الله يحميكم، تسلموا لي. قديش عمره؟ عرفتي صبي ولا بنت؟ 6 شهور. جنسه معروف بس أنا ما حبيت أعرف. ليش؟ بدي تكون مفاجأة ونعرف سوا لما أولده. أمي حبيبتي بس أنتي سويتي لنا أفضل مفاجأة، ليش ما خبرتيني شو جنسه؟ هلأ أنا رح يصير في عندي أخ صغير هيك يعني. حبيبتي يا روحي الله يخلي لي إياكم. أخ الظاهر أخوكم كتير بيحبكم ها، لأنه صار يتحرك. ورجيني. لا أو جان
ما عم يتحرك أبدا. أنا أخوه، أخوه الكبير. رح يصير عندي أخ صغير. بسيطة عمي، أنت لا تأكل هم. قلت لك ماشي مثل ما بدك. طيب لكن بشوفك. شو عم يقول عمي؟ قال المحل معجوق منشان نحن نروح لعنده. ايه صار لنا زمان ما شفناه، خلينا نروح لعنده. لك ايه ماشي منروح، بس لحتى نخلص موضوع الحفلة اول. طلعنا من البيت بسرعة ونسيت اسألك، قلي شو مشكلة عاكف بيك؟ بده يتدين مني، قال بده يفوت بشغل ولازمه راس مال وحابب انه يشاركني. بتمنى تكون قلت له لا، لأنه بالنهاية المصاري مو قلنا عمر، ونحن ما فينا نعطي شي منه لحدا بنوب. شو كنتي متوقعة؟ طبعا قلت له لا. بس بصراحة اقتنعت بالفكرة، يعني إذا منشتغل بالمصاري اللي بين إيدينا مو غلط بنوب، صح؟ يعني أنت بدك تتاجر بمصاري الخالة سيفجي؟ ما بصير. طيب حبيبتي انسي كلامي ولا تهتمي بموضوع المصاري، أنا بحلها ماشي؟ خلينا نركز على الحفلة. جهزت قائمة أغاني، اسمعي هاي الغنية. إيديكن لفوق. Eyvallah dedim yollara düştüm. شكرا.
لتكون اجيت لحتى تاخذ جائزة احلى شاب حلو وشخصية. انا كنت واقفة عم بستناك لتيجي. وانتي مثل العادة طالعة كتير حلوة حبيبتي. ما بدي ساوي شي هالليلة غير بس اني اطلع بوشك. وما عندي مشكلة بنوب، وفيني لبي لك هذا الطلب بكل سعادة. انت كأنك متضايق، شو في دوروك؟ لا بس ما في شي مهم. اذا بتحب تحكي لي، بتعرف انه ما عندي مشكلة انه ما نفوت على الحفلة. بعرف حبيبتي الحلوة، بعرف، بس لا تقلقي انا منيح. يلا نفوت على الحفلة. تمام. الموسيقى كتير حلوة وكل الحفلة بتجنن. شكراً لك، انبسطوا بوقتكن. عن جد كل شي حلو حبيبي. معناتها عندي الموهبة، بس كنت عم استنى الفرصة. بالحقيقة هيك بداية رائعة. ناوي تساوي حفلات تانية غيرها؟ بالضبط هيك. منيح، بيناسبني كتير. بتمنى الكل يكونوا مبسوطين بالحفلة. حلو، وانتي كتير حلوة. مكياجك بجنن، عطيني بوسة. عن جد حياتي. دوروك، انت بتعرف وين اوبير؟ اتصلت فيه كتير بس ما عم يرد. ما بعرف، ما حكينا ابدا اليوم. انتو ما حكيتوا ابدا؟ شو القصة لتكونوا متخانقين؟ لا يعني لنقول انه ما التقينا. يا ترى انتو شفتوا ولا عفرة؟ مو قدامك بعثت لها 9 رسائل من موبايلي وما رديت؟ لا بعثت لها 12 رسالة، لا تغلطي لو سمحتي. بجوز هي كتير تحمست وما عرفت تكتب. بلا تخبيص. أنا اتصلت فيها وما رديت. عفرة؟ أكيد اللي عم يصير هون مزحة. جت البنت الجديدة الغليظة. إيه؟ صاحب البيت والحفلة هون. مرحبا يا شباب، شو أخباركم؟ أنتم مبسوطين؟ طالما أجيت لا تساوي مشاكل، ماشي؟ عن جد؟ أكيد عمر، أساساً نحن ما أجينا لهون لنساوي مشاكل ولا أي شيء، بس أجينا مشان نضيع وقت. طبعاً هي ما كانت فكرتي، أختي ليلى كتير أصرت علي أنه نجي على الحفلة وما قدرت أرفض. بلا شو؟ أنت اشتقتي لي؟ إيه اشتقت لك، ما تحملت شوقي لألك. أنا ليلى وأنت المجنون، نحترق مع بعض حبيبي عمر. لا أحترقي لحالي. لا تخافي فوراً باربي، أنا بس كنت عم بمزح. ومو عمر كتير مغرور ومتكبر، فصار عندي فضول شوف المكان يلي عايش فيه. كتير منيح حبيبتي. أهلين وسهلين فيكي، تقدري تاخدي راحتك وتنبسطي بالحفلة. بالله شو؟ طيب معناتها رح شوف شو الشغلات المميزة الموجودة ببيت عمر بيك. ها أنا شفت شي مميز، خلينا نروح لهنيك. صحتين وهنا. ما عم صدق إنك عزمتن على الحفلة. صارت بالغلط، أنا بعثت دعوة لمجموعة المدرسة وهيك. شو عم يعملوا؟ على فكرة أنا ما ارتحت لهي البنت بنوب. على أساس كنا مرتاحين لأخوها. خلص يا جماعة بلا ما تعكروا مزاجكم، حبيبتي خلينا نشرب شي. يلا أختي روحي جيبي لي عصير. حكيت مع بيرك، هو مر على الكازية لهيك تأخر، بعد شوي بيكون هون. رفيقك جاي. طولي بالك، ممكن يفوت على التواليت كمان ويتأخر أكثر. يا لطيف ما أعندك حليمة، شو فيها إذا حملت كيسين عنك؟ لا ما بيصير حبيبتي، ما بيصير تحملي أي شيء تقيل، وخاصة بهالفترة أنت لازم تكوني منتبهة أكثر، والمفروض ترتاحي من شغل البيت كمان. الحمد لله الأولاد كبروا وصاروا واعيين، ما عم بيخلوني أشتغل شيء، بعدين أساساً عم روح نظف بيوت الناس التانيين. طالما الأولاد عرفوا، إمتى رح تقولي لأخي أورهان؟ لأنه واضح إنه ما بدك تخبري.
حليمة حبيبتي مشان الله مالي ناقصتك انتي كمان، لا تضلي تنقي فوق راسي، اساسا الولاد صرعوني مشان خبر ابوهم. طيب ماشي انتي لا تعصبي، ما عاد قول شي. حياة هاتي اعطيني الشنتاية تبعك. خذ حطي بينتنا هون. انتي شفتي هاي المرأة؟ ما عم تقدر تشيل حتى شنتايتها. انت عندك ولدين والمصاريف فوق راسك، شو يلي عم تستني؟ والله ما عم بفهم. والولد لاثنيناتكم مو لحالك. وشو رح تفرق يعني اذا خبرته بعد هلا؟ قال أورهان رح يكتب كتابه عليها. شو الشغله حكيفه ليكتب كتابه على هذيك المره؟ معقوله تعدي وما تساوي شيء؟ انت بس خبريه انه رح يصير عنده ولد، ووقتها منشوف اذا رح يكتب كتابه ولا لا. ليكي محله بعد خطوتين، لو أنا كنت مكانك شي نقول كنت رحت على محله هلأ وخبرته عن كل الحقيقة قبل ما يتأخر الوقت. وكن دندن إيرن بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.